ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كل خير النهارده ان شاء الله في فيديو جديد. بس قبل ان نبدا ما تنساش تشكر الله وتصلي على النبي وتدعي لخطنا ربنا ينصرهم ويثبت الارض تحت قدمهم ويرحم شهداهم باذن زود ايامها في الدعاء. يعني اللي بيده حاجه يعملها يعملها، اللي يقدر يدعي يدعي، اللي يقدر يتبرع يتبرع، اللي يقدر يعمل اي حاجه يعملها. ان شاء الله ربنا ينصرهم ويسدد رميهم باذن الله وينصرهم على الاعداء، وان شاء الله الارض ترجع لاصحابها. يعني كلمتين كنا عايزين نقولهم كده قبل الفيديو. يلا بينا نخش في الفيديو على طول. قبل ما نبدا برضه ما تنساش ترزع اللايك وتشترك عشان يجيلك كل شويه الفيديوهات الجديده. فيديو النهارده يا جماعه، وهو ان احنا هنجرب مهمه الصلاه ليدز كيلر. عارف ان هي متاخره، يعني متاخره جامد كمان، مش متاخره بس يعني كويس ان لقينا اكونت طفي احمد اسماعيل. زي ما انتم شايفين ميسي وكرويف ميتوما صلاح بيكهام لكن باور، يعني دي نيلسون، يعني شوت لعيبه جامدين هنلعب بيهم في الديفيجن. وطبعا الهدف الاساسي ان احنا عايزين نجرب محمد صلاح وعايزين نعرف مهاره البليدز كيلر اللي هنجربها لاول مره، هل هي حلوه وتستاهل فعلا ان انت تصرف كوينز وكده عليها ولا ما تستاهلش. يعني هنخش على الديفيجن على طول، وهو في ديفيجن 4 تمام معايا 12 نقطه، يعني محتاج 4 نقط عشان يصعد لديفيجن 3. ان شاء الله في الحلقه دي نقدر نصعد لديفيجن 3 ونقدر بإذن الله يعني نوصل لأعلى حاجة. يعني الحمد لله وصل خصم بسرعة كده سريع. تمام، دي التشكيلة اللي هنبدأ بيها، ويلا نشوف تشكيلة الخصم. تشكيلة الخصم تمام، يعني شوية نجوم أسبوع على شوية مجانيين، يعني مفيش اللاعب اللي يبهرك. بس كتوليفة يعني في مبابي وفي صلاح، النسخة دي حلوة كتوليفة حلوة. يلا يعني أول واحدة كانت رايحة سهلة كده، بس كان ممكن يحصل لخبطة وكانت تنتش في الجون على طول. يعني وفرصة يا جدعان برضو إن احنا نجرب ميسي النسخة دي. على طول يا ريس، على طول يا اسطى. أول هدف كده بسهولة كده وروقان، يعني على طول. يلا يلا على طول على طول على طول. يسترجع يسطا يسترجع. مش مستاهل أصلي، والله ما مستاهل. يا يعني جدعان الباكات فاتحينها خالص، تعمل ايه بكام باور بس؟ حلوة بيك، الكرة عايزة تدخل بالعافية، الكرة عايزة تيجي هدف. ماشي، الشوط الأول كسبانين 5-0، منهم هدف مسجله صلاح البليدز كيلر. تمام، يعني حد صعب الروميرو. حلو اشتجن. انا عايز احط بيها ارتو من اي حته تيجي هدف، مش عارف ازاي. والله ما عارف اللي انا بعمله ده يا جدعان. ماشي، المهم كسبنا ومحمد صلاح جاب جول. تمام، يعني تاني خصم وصل، اللي ان شاء الله احنا كل اللي محتاجينه من الماتش نقطه بس. ترجي رياضي التونس. تمام، دي التشكيلة اللي هنبدأ بيها ونشوف تشكيلة الخصم. ماشي، يعني شحن باكج ميسي زينا، وعنده لعيبة إيطاليا ليفا النسخة بتاعت بولندا، يعني وفيني وتشابي ألونسو، يعني شوية لعيبة كويسين. يلا ماشي، ليو نيمو أول باصة كده مقطوعة، وأنا مش عارف يا جدعان حلوة روميرو. انا كنت لسه اقول من تمركز غلط اصلا. ودي 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 ودي، لا النسخة رايقة. سولا 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 يا جدع، دي مش فاول. تمام، احب اللي يسمع الكلام على طول، ترجع للفار وتسمع الكلام.
يعني انا قلت انها تطلع بره اصلا. وهني بروح له سهلة وبسيطة، والله سهلة وبسيطة. يلا صلح، يلا يا 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 صلح. ايه يا ابني ده؟ ايه يا بابا ده؟ يا بابا انت بليتز كيلر يعني في الجون على طول. فضل المساحة خالص، عرف يلعب الجملة كويس، يعني عرف يلعب الجملة وفضل مساحة المدافع الغبي سابه. والله يا جدعان يخرب بيت الاستفزاز اللي بتعملوه ده، لعبة مستفزة. ماشي يا جدعان، الشوط الأول خلصان 2-1 لينا، يعني احنا كنا ماشيين كويس طول الهدف اللي في الآخر ده ما كانش دي لازمة خالص. روح 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 روح، خلص نهاها، خلص روح يا صلاح، روح ده ميسي، روح يا ميسي، روح روح روح. بسهولة خالص، مرتديتين لزعناهم، خلصت. يا جدعان هو فين الدفاع يا جدعان؟ يا جدعان انت بتعمل ايه يا اسطى؟ بس انت بتعمل ايه؟ يعني كم الهجمات اللي رحنا بيه ده؟ مش هتكسب والله يا ولدي، ما هتكسب انت يا ولدي، منوب انت ما بتعرفش تلعب، انت هدفين جايبهم غلطات، انت ما بتعرفش تلعب، انت طفل، انت تطلع تضيع وقت، تطلع تعمل كده جليتش سنتر مش عارف ايه، انما انا مش هخليك تكسب حتى لو انا محتاج نقطة بس، برضه مش هخليك تكسب. بص اتفرج على الهدف بالدموع، عايزك تتفرج على الهدف بالدموع. خلاص بطلناه شغل الطبطبة والحنية ده، بطلناه. ايوه انا عايز بقى تهنيج، وعايز يو لوست ويو وين والعياط ده بره. خلاص يا جدعان شغل الطبطب على الاطفال بطل، بس كده تأهلنا الديفيجن 3 ويلا نخش في الدعك بتاع ديفيجن 3، وان شاء الله يكون انضف واحسن من الديفيجن ده باذن الله. تمام. هدايا ملهاش لازمه يعني، قسما بالله اللعبه لو هتدينا هدايا على قد الامراض والجرف اللي بناخده من الديفيجن، كل واحد كان خد له مثلا 60,000 كوينز ولا حاجة. حصل خصم ديفيجن 3 كده، أول ماتش في ديفيجن 3 هنجرب سواريز، طبعا هنطلع الكتلة اللي ملوش في الدفاع. تمام، دي التشكيلة اللي هنبدأ بيها، ودي تشكيلة الخصم، يعني ليجندري ومشتري، برضو مشتري باك مانشستر وأرسنال، تشكيلة كويسة. صلاح صلاح صلاح، سهلة دي بالظبط يا حبيبي، بسرعة. يا رب ما يكون فيها اوف سايد، يعني هي ما فيهاش اوف سايد بس فيها لاج. ماتش ما فيهوش اي حاجة غير لاج، ماتش ما فيهوش اي حاجة غير لاج بس.
يعني انا ما بكرهش في حياتي قد الله كويس. بص يا جدعان التاني وبيأكيد اكيد هدف استغفر الله العظيم. يا جدعان مش عارف ألعب، يا جدعان يا جدعان مش عارف ألعب. يا أخي اخلص يا أخي، يا أخي اخلص يا أخي. يعني ماركينيوس انا قلت خلاص خد الكوره، يعني الباص ده انا قلت ماركينيوس خد الكوره، ببص لقيته فوتها. تخيل انت تهنيج، يعني تخيل تهنيج مش عارف تباصي اصلا وهو بيشتت، خرب بيت ام العبط. يعني انا بجرب مين؟ انا بجرب واحد ميت من 2010. يعني ما شطناش، ما شطناش، ما رحناش على الماتش، ما عملناش اي حاجه، ما عملناش 5 باصات على بعض. اقسم بالله يا جدعان، اقسم بالله لو الماتش ما فيه تهنيج وتهزمنا عادي، والله العظيم عادي. هنعمل كده بعد اذن البشوات طبعا. بس هو ده البليتز كيلر، ده البليتز كيلر انا موافق، انما اللي قبل كده ده مش بليتز كيلر خالص يا اسطى. بسرعه بسرعه خلص على طول خلص. انا بص حتى هو واقف الكره مش عايزه تيجي جوا الكرة، هو واقف أصعب من وهو بيلعب. ماشي، ما عرفش انسحب ولا إيه، الكرة الهجمة وقفت كده، مش عارف والله يا جدعان. أنا مش مهتم، أنا شخصيا مش مهتم. تمام، يعني هو انسحب. ماشي، مش هنحسب الماتش ده وهنخش نبحث عن آخر خصم. يعني المرة دي، المرة دي بجد هنخش نبحث عن آخر خصم. ماشي، آخر خصم، آخر كده بس. بس هي حلوة كده. يلا اوعى يا ميسي، اوعى يا ميسي، اوعى يا ميسي. محمد صلى رأسية. ماشي سيبها كده، سيبها. يا ابن اللعيبة لو كانت راحت، هات يا نونو بالله عليك يا اسطى. ما علينا من الهري ده كله، المهم ان احنا كسبنا. بس يا جماعة يعني هنكتفي بالعدد ده من الماتشات، يعني لعبنا بتيجي 4 ولعبنا بتيجي 3. ما تنساش تشترك وفعل الجرس عشان تنضم لعيلة أبو المساعيد والعيلة تكبر أكبر وأكبر، وإن شاء الله يعني الفيديوهات اللي جاية حط لايك بقى واشترك وفعل الجرس عشان الفيديوهات الجاية هتكون طرش وهتكون عظمة يعني، وهنشوف حاجات حلوة كده إن شاء الله. بس لو عجبك الفيديو حط لايك، لسه جايلينها طبعا. لو ما عجبكش هتحط لايك برضو، المهم إن أنت هتحط لايك قبل ما تطلع. نشوفكم في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله. سلام.